صرح رئيس نيابه الوزارات والجهات العامه بان المحكمه امرت بتغريم المتهم صاحب مقهى مخالف للاجراءات والتدابير الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مبلغا قدره 2000 دينار والذي تم احالته صباح اليوم واشار رئيس النيابه إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من إدارة الصحة العامة بشأن رصد المقهى بعدم التزامه بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث استقبل عددا أكثر من ستة أشخاص على طاولة واحدة وتجاوز ما نسبته خمسون بالمئة من الطاقة من الطاقة الاستيعابية للطاولة فتم أغلاق المقهى إداريا وقد أمرت بحالة المتهم للمحاكمة للمحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم